قصة يعني في القرية هنا، أعرف أرملة يمكن معها 7 أولادها، فلها يعني صلة قرابة بوالدتي، فتسألها مرة سؤال يعني توفى أبوهم رحمة الله عليه، فتقول كيف إيش من ناحية مالية؟ شو ناقصكم؟ والله الحمد لله الجمعية متكفلة فيهم كلهم، يعني قالت كلمة يقول يعني بما معنى والله ما ناقصهم إلا غياب أبوهم، أما بقية الأمور لا. اللهم لك الحمد الله. والله مكفول الحمد لله وفعلا والله يعني لا نخشى عليهم مستور وضعها اللهم لك الحمد والله يا أخي مثل هذه النماذج وهذه الصور والله إنها فعلا تغبط وتعرف يعني، وما أقول كلام هذا إلا ممكن عايشنا بداية العمل الخيري، فحكيت له كان نموذج يا الله نموذج غير مرتب كان يا الله. يعني والله أنا شيء شاهدته بعيني إن الرجل فقير بكل ما تعني الكلمة يعني لا يختلف عليه اثنين خلاص، بينما ممكن بعض الشخصيات اللي أو بعض الأشخاص اللي الحمد لله وضعه المادي يمكن أفضل بكثير بمراحل، وهذا نتيجة غياب التنظيم، لكن الأبد الحمد لله والله إنه دائما أنا مستبشر خير والله يجزيهم بالخير جميل وعملهم منظم حقيقة لا شك، وأقولها ما هو لا هذه هذه شهادة شهادة عيان وشهادة حق يعني كلمة حق، وهذه يعني تريحني أنا جدا إني أنا ما أتابع وأدور بنفسي الفقير واليتيم، هذه الجمعية عندها قوائم جاهزة، أنت مالك إلا هذا الكود على الشاشة الحين، اقرأ هالكود بجوالك بالكاميرا يطلعك رابط، ادخل على هالرابط يجيك كل شيء واضح قدامك بالخطوات، ما تتعب حتى الجاهل يتعلم كيف تسهم كيف تشارك تمام اي، وانت مرتاح وانت ببيتك وبين اولادك واهلك ودك تعلمهم، والله يا اولادي يا ام فلان يا ابو فلان اولادي ابشركم الحين احنا يوم خميس يوم جمعه اليوم الثلاثاء اليوم الاثنين بنيتكم دعمت هالجمعيه بريال، ترى مو بسهل عند الله مو سهل، طيب ب10 ب100 باللي عندك، مو شرط يكون عندك تكون صاحب ولو بشق تمر أبد ولو بشق نص تمر الله الله، فهذا الكود يعني دونك الكود، ونشوف هل طريقة التبرع من خلال الفاصل التالي. سم السلام عليكم، ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله، تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد، وذلك عبر مصرف الراجحي، ادخل لتطبيق مصرف الراجحي، اختر أيقونة التحويل ثم اختر تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب بخانة البحث جمعية البر الخيرية ببني يزيد وقم باختيارها، اختر من القائمة حساب الأوقاف، حدد المبلغ الذي ترغب بالتبرع به ثم اضغط التالي، ستصلك رسالة تأكيد على جوالك، ادخل الكود المرسل ثم اضغط تأكيد، أرسل إيصال التحويل إلى واتساب بالجمعية وبكذا تكون أتممت تبرع، فبارك الله لك في مالك وأخلف عليك خيرا. إليك إليك وانقف الخير صفون ريعه ونقي صفون ريعه ونقي.